لماذا لا نعيش بسلام؟ لماذا تحارب الدول بعضها البعض؟ وماذا تخلق الحروب غير الدمار؟ هل فكر الطغاة قبل أن يغزو البلدان؟ هل تخلى الغزاة عن مبدأ الإنسانية؟ هل فكروا أنهم سينشئون الدمار؟ هل عرفوا أنهم سيرملون النساء ويشردون الأطفال؟ هل تمعنوا قليلاً قبل إصدار أوامرهم؟ لقد نشأت في طفولة صعبة، لقد رأيت ما لم يره الكثير منكم، ما زلت أسمع صراخ النساء وبكاء الأطفال في ذهني. يا من غزوت بلادي، هل عرفت أنك حرمتني من والدي وأضعت مستقبلي؟ أرجوكم أوقفوا الحروب، إنني أدعو ربي دوما أن تنتهي مآسي الحروب وأن نعيش بسلام.